الرجال وكفوا معلم على وش اللي ما يتسموش. خلاص الكلام يا رجاله، الفرقه خطر والمصلحه تحكم. قبل ما تكمل يا باشا، الحكايه اصلها الدم، والدم اصله غدر. دي ما تسويش دي يا ابو السنه، الموت اهون يا نوح. ايوه بس لما يبقى القتيل ده ابنك ولا اخوك، الكلام هنا يفرق قوي يا معلم ابو سنه. جرى يا رجاله، احنا مش جايين نقلب في الدفاتر ونصفي حسابات. اللي فات مات، كفايه عليك يا نوح بضاعتك اللي راحت، والراجل بتاعك اللي الحكومه مسكته قعدت تعصر فيه عشان يقر. الله اعلم خلصتك منه ازاي. وانت يا ابو سنه، بضاعتك بدات تشح في السوق، هتنكشف والشغل الشعبي ميبقاش يليق بافندينا. شوفوا يا رجاله، كلنا عارفين قانون اللعبه كويس، اللي هيورب سنه هيقع، عشان كده لازم نركز ونشوف مصلحتنا، واللي مش عايز ما يلزمناش. السوق زي ما ليه ايد بتدي، ليه سنان بتعض ورجلين بتفرم وتخلص. ربنا يا رب يعوضنا على البضاعه اللي راحت، وإذا كانت الخسارة على قد الفلوس ما يهمنيش، إنما الخسارة اللي لا يمكن أسكت عليها أبداً هي خسارة الرجالة. ربنا يديم علينا نعمة اللمة بتاعتنا، نقرا فاتحة على المرحوم. آمين آمين آمين. فاتحة عهد، والعهد سيف على رقاب الكل. بس أنا مزنوق في سؤال كده يا باشا. فك نفسك وقول يا أبو سنة، هو مين المرحوم؟ مرحوم يبقى الدار اللي بيننا وبينهم يا خال. سعيكم مشكور يا رجالة. استنى انت يا خميس، عايزك. اسر باشا، اسر باشا. ايه في ايه مالك؟ مصيبة. طب خد نفسك كده وقول يا دوب في ايه؟ الواد اللي اتمسك امبارح في الكمين ماله؟ قتلوه. ايه؟ قتلوه؟ العمروتي ده طول عمره داهيه، يعرف ازاي يكسب اللي قصاده. قري خميس من اول سطر وعرف ازاي يجيبه، بس افندينا مش ساهل. انا مش فاهم حاجه، انت مبسوطه ولا زعلانه ولا قلقانه ولا ايه بالظبط؟ خميس رجع السوق تاني، وقعدته مع العمروتي هتقوي قلبه وتخليه ما يهموش حاجه. ما انت لسه قايله يا حاجه ابنك مش سهل. طبعا ابني، هيجيبه منين؟ ربنا يخليهولي. لا بالحق يا حاجه، البضاعه اتصبرت في الصعيد والرجاله جاهزه، انا حضرت الفلوس وان شاء الله هنزل عشان اخلص فيها. مش لوحدك يا ابو سنه. اه طبعا الرجاله معايا، ولا عايزه كلام؟ لا، القصد ان خميس يروح يسلم ويستلم. خميس افندين. اه وماله؟ واحد. يا سلام، مصر بتبقى حلوه قوي بالليله خميس، تحس ان كلها بتاعتك ومحطوطه في جيبك، تحس انك راكب فرس وماسك اللجام كويس. مالك يا خميس؟ مفيش يا باشا، بس انت قلت لي عايزك وجينا وبقالك ساعه عمال تتكلم عن مصر حلوه ومصر جميله ما انا عارفها. انا متابعك من زمان يا خميس، دخلت دماغي وانا صعب قوي حد يدخل دماغي.
من وانت صغير وانا مراقبك وعجبتني لان ليك كرامات مع الحكومه، واللي عجبني اكتر ان انت رميت عمرك ورا ظهرك ورحت تطالب بحقك وقتلت غريب وسط الحكومه. خيانه تمنها الموت. في السنين اللي فاتت خميس السوق اتغير، ناس كتير اتحرقت، انا كنت مستنيك، انت خلاص اديت الحكومه حقها، ناخد حقنا بقى. لا يا باشا، بس انا يا دوب لسه خارج بتفرج على الدنيا من بره، ما عنديش نيه اغرس تاني. كيف ما بقاش المزاج خلاص يا خميس؟ بس انا يا بيت العمر بتاع مزاج، من وانا عيل صغير قد كده وانا بتاع مزاج، وبحبه وبشتغله بمزاج، وزبايني كلهم بتوع مزاج، ناس رايقه ما عندهمش مشاكل ولا ليهم في الدوشه ولا حتى لخبطه الكيمياء. الناس اتطحنت يا خميس، بقت عايشه في دوامه. الطحنه دي خلصت على اللي في جيوبهم وخلصت على صحتهم. بقى الزبون من دول يدور على نص برشامه عشان يوانوي، واللي معاه قرش ما يلزموش البني خلاص. بقى بيدور على خطين ابيض مخلوط عشان يسافر. زمن المزاج ولا يا خميس؟ انت عايز مني ايه بالظبط يا باشا؟ انا اصطفيتك يا خميس. هخليك كبير السوق. ايه بيه، بس انا لما وقعت انت سبتني. عيب عليك تقول كده يا خميس. انا حاطط عيني عليك حتى قبل ما تخش السجن. امال مين اللي غير الحرز بتاع البضاعه قبل ما تروح المعمل الجنائي؟ مين اللي جاب شهود نفي وخلى تحريات المباحث تقول ان ما كانش عندك نيه تقتل غريب؟ مين اللي ضغط على نوح وقال له ما يتهمكش بقتل ابنه ويحضر المحاكمه بتاعتك كلها غير شوشرة؟ كل اللي انا عملته ده يا خميس خلاك تاخد 7 سنين بس، وانقذت رقبتك من حبل المشتبه. والحقيقه ان بدران ما كدبش خبر، نفذ كل اللي قلته له بالحرف الواحد. شفت بقى انت ظالمني ازاي يا خميس؟ بدران فيها مصر. يا استاذ انا مش هين عليا اشوفك كده بصراحه، انت ياما وقفت جنبي، اديني لو اخذه فرصه ارد لك المعروف. معروف؟ ايوه، انت ياما حامتني يا اخويا من ايد الحكومه ومقالبها. الله، ما ترجع الحريم دي المخزن وروح انت نايم انت كمان، او روح اقلبه عشكه مع اي زبون تاني. ولا السوق نايم؟ السوق نايم، ده الكون كله نايم. خلاص يا اخويا، الرجاله ما بقاش ليها مزاج. اسالني انا. بقول لك ايه، انا بقى هفوقك واروقك، اقوم اعمل لك فنجان قهوه من اللي بيخلي الرجاله يجوا هنا على ملا والشغل. قهوه ام ساميه. حتى القهوه مش عتقاها يا ام ساميه. اهم بدأوا يقلوا. استلمي، افتح الباب يا واد يا حركات. يا اختي متداري في اني خن. حاضر حاضر. أمر يا بلدي،